السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا مرة أخرى وياكم. خلونا نكمل الدرس. طبعا هنا احنا عندنا موضوع البايثون keyword argument. شنو قصدنا بيها keyword argument؟ معناتها خلينا نشوف الفانكشن. أول شيء هنا احنا عاملين function def، اسم الفانكشن display info. أحتاج من المستخدم أنه يعطيني ال first name وال last name. حلو، نقطتين. هاي الفانكشن، داخل الفانكشن راح اطبع الاسم الاول واطبع الاسم الاخير. طيب احنا قلنا اذا نريد ننفذ هذا الفانكشن لازم ننادي عليه، فبالتالي يعني ناديت عليه قلت له display info، انتبه مو تترك مسافة، هذا راح يعتبر داخل هذا الفانكشن وهذا الشيء غلط. تمام، لازم يكونون بنفس المستوى. طيب فمن اجي اقول له display info، طبعا مبدئيا انت تقدر تعمله بهذه الصورة، يعني تنطي الاسم الاول والاسم الثاني يعني، وتقول له run يطبع لك الاسم الاول والاسم الثاني. بس السالفة هي وين بهذا الموضوع؟ في حال اذا كان هذا هو اسم الثاني وليس اسم الاول، وهذا كان هو الاسم الاول وليس اسم الثاني، هنا يجي مبدا الكيورد ارجيومنت. بمعنى انه انت ممكن تحدد مسبقا من تعطيله الاسم، تقدر تقول له انه هذا اعتبره last name. يعني هذا راح يجي هنا وليس هنا، وهذا first name، هذا راح يجي في الأول وليس الثاني. لأن الفانكشن إذا تركت له فقط القيم فهو راح يعتبر أنه أول واحد هو أول واحد، ثاني واحد هو ثاني واحد، إلا في حالة أنه أنت عامل تطبيق يكون القيمة الأولى هي القيمة الثانية، فمجرد أنه تذكر له أنه هذه هي القيمة الثانية وليست الأولى وهذه هي القيمة الأولى. تمام؟ فإذا هاي هي الفكرة مات الكيورد argument. عندنا أيضا البايثون local variables. طيب هو شنو local variables؟ لو نجي نشوف هنا عندنا function، هذا الفانكشن اسمه greet، وفي داخلها متغير يساوي لي hello. أي متغير، أو مو فقط المتغير، لا أي شيء يعني حتى البرنت، ذول الاثنين يعتبرون داخل الفانكشن. أي شيء داخل الفانكشن نعتبره local variable. طيب هو شنو قصدنا باللوكال variable؟ local variable معناته أنه فقط الفانكشن يشوفه، خارج الفانكشن ما حد يقدر يوصل إلى، يعني فقط هذه السطور يشوفها الفانكشن، والفانكشن هو الوحيد اللي يقدر يعدل عليها عن طريق إضافة argument. أما إذا في شيء خارج الفانكشن، يعني هذا هو الفانكشن، إذا في شيء خارج الفانكشن ما ممكن الوصول إلى المعلومات داخل الفانكشن، لذلك سموها باللوكال فاريبل، بمعنى هي متغيرات محلية في داخل المكان اللي بيها. فأكيد هذا الفانكشن إذا أريد أنادي عليه فمجرد أنه أنا أكتب greet اسم الفانكشن القوسين مالته وعمل له run. شوف لاحظ هنا أنا عامل شنو؟ print المن للمسج، أوكي؟ print للمسج مالتي، ظهر عندي hello، أوكي، وهنا أنا عندي greet. بس لو أجي عليه ألاحظ جو المسج في خط باللون الأصفر، شو يقول لي؟ يقول لي المسج is not defined. معناته هذا المسج ما نعرف هو منو وشون إجا، لاحظ شون؟ ما نعرف إنه هذا المسج منو، مع العلم المسج موجود هنا، بس لكن هذا المسج هو تابع المن لهذا الفانكشن. إذا نأخذ هذا copy ونروح بها على وين؟ PyCharm. خلونا نجي هنا في PyCharm Ctrl A Ctrل V ونجي نعمل له شنو؟ نعمل له run. مفروض هنا ينطيني error. طبعا بالجوبيتر ما أنطاني error، هنا ما أنطاني error، بالعكس هو طبع لي المسج اللي بداخله، وهذا الشيء غير واقعي، يعني لو تنفذه على أرض الواقع مفروض ينطيك error. تمام؟ مفروض ينطيك ايرور. لاحظ في الباي تشارم انطاك ايرور، ليش؟ لان يقولك اني اصلا ما اعرف شنو هو المسج. ليش ما يعرف هو شنو المسج؟ لان مثل ما قلنا المسج متعرف داخل الفانكشن وليس خارجه، الا اذا اني اخذت المسج منه وجيت عرفته برا ايضا. خلينا نسميه هذا احمد ونجي هنا نقول رايت كليك ران، المفروض ما ينطيني ايرور. ليش؟ لان هذا المسج راح يكون هذا، أي شيء خارج الفانكشن، خارج أي شيء وحدة في سطر وحدة يعتبر شنو؟
ليس باللوكال، وراح نجي له اللي احنا نسميها بشنو بالجلوبال عكس اللوكال، تمام؟ فاذا هنا عندنا نوع اخر من المتغيرات نسميهم بالجلوبال متغير. الجلوبال شي يقول، يقول انت اذا عندك متغير تريده يكون معروف من الكل، معروف من الفانكشن، معروف من الكلاس، معروف في كل مكان موجود في هذا الفايل. هالشكل لا تخليها تابع لاحد، مثل هذه الحاله كانت تابعه للفانكشن، خليها خارج كل شيء. هنا المسج هو حر، ما تابع لاحد ويحتوي على كلمه هلو. طيب هو الفانكشن هذا يقدر يوصل لهذا المسج؟ نعم، لان هذا جلوبال من اسمه عام، بمعنى اي احد يقدر يستخدمه. فبالتالي اقدر اقول هنا بداخل الفانكشن برنت لوكال والمسج مالتي، وانادي على الفانكشن، بعدين اعمل برنت خارجي اقول له جلوبال مسج، اللي هو راح يطبع لي المسج ايضا. معناته انه هذا المتغير ينطبع من كل الاماكن، اقدر استخدمه داخل الفانكشن، اقدر استخدمه ايضا خارج الفانكشن. ليش؟ لان هو جلوبال. طبعا في احنا نقدر نستخدم كلمه جلوبال اصلا، يعني على سبيل المثال اذا جيت هنا عملت رن ظهر عندي رقم واحد. ليش؟ لان انا هنا معرف السي يساوي واحد، فبالتالي انا من اجي على هذا الفانكشن واريد اطبع هذا السي اللي هو قيمته واحد، مجرد ما انادي على الفانكشن راح يطبع لي واحد. ليش؟ لان هذا الواحد ممكن وصوله من اي مكان. طيب لو اجينا احنا، هذا هو المتغير جلوبال، تمام، السي يساوي واحد، وحاولنا داخل الفانكشن انه نضيف على الجلوبال بانه نقول مثلا هذا الجلوبال اللي هو السي يساوي واحد راح يساوي واحد زائدا اثنين، فالمفروض انه يطبع لي ثلاثة. هذا الشيء راح ينطيني ايرور. ليش؟ الجلوبال variable ما تقدر انت تجي تعدل عليها داخل function معين. ليش؟ لانه هذا C اللي موجود هنا ليس بهذا C، هذا C راح يعتبره local، اوكي، تابع للfunction، وهذا C راح يعتبره شنو؟ راح يعتبره global، اوكي. فبالتالي C الاولاني يعتبره local، C الثاني global، فما تقدر انت تيجي تضيف رقم على هذا السي، لا لا ما ينفع هذا الكلام. فبالتالي راح ينطينا شنو؟ ينطينا ايرور، cannot access local variable C، فبالتالي ينطيك هذا الايرور الموجود. طيب حتى حل هاي المشكله قلنا الجلوبال نقدر نستخدمه ككيورد، يعني ككلمه جلوبال. لو نجي نفس المثال السابق نطبقه راح نلقى انه النتيجه صارت ثلاثة. طيب شلون؟ هنا ايش قلنا؟ السي الداخلي ما عاد لوكال، لا اصبح جلوبال، اثنيناتهم اصبحوا جلوبال. شلون؟ هنا ذكرنا بالبدايه جلوبال سي، اذا داخل الفانكشن اني قرب هذولا، داخل الفانكشن يعني هنا انا عندي سي يساوي واحد، هذا جلوبال سي حلو. بس في داخلها في المثال السابق ما كان عندنا جلوبال سي، كان عندنا راسا سي يساوي سي بلس 2، فهو ما راح يعرف انه هذا السي هو جلوبال او هذا السي هو جلوبال. احنا قلنا مثلا اول سي راح يعتبره هو لوكال، الثاني جلوبال، فيعطي خربطه. بس المشكله هي وين؟ لما يكون هذا السي داخل الفانكشن فهنا راح يعتبره لوكال. المشكله لما يحاول يطبعه هنا راح تصير المشكله، هل هو راح يطبع السي مات اللوكال ولا مات الجلوبال؟ فكان يعطيك ايرور. لذلك احتاج اعطي اشاره قبل لا اعمل عمليه جمع مثلا او عمليه حسابيه، اقول له انه انت هذا السي اعتبره جلوبال، فبالتالي راح يفهم الفانكشن انه انت جاي تستخدم السي اللي موجود في الجلوبال وليس الداخلي، فمن الطبيعي انه يشتغل عندك ويعمل عمليه الجمع. احنا ممكن ايضا نستخدم الجلوبال كنستد فانكشن، يعني شلون؟ انا عندي فانكشن خارجي يحتوي على قيمه نام يساوي 20، في نفس هذا الفانكشن عندي فانكشن داخلي يحتوي على الجلوبال نام. ليش احنا نعتبر جلوبال نام؟ لان اذا شلنا الجلوبال نام هذا النام راح يكون تابع للداخلي، وهذا النام هو مالت الخارجي، فبالتالي راح يعطيك ايرور. طيب اذا انا حبيت استخدم نفس هذا الرقم اللي هو 20 وغيره اسوي 25، احتاج انبه الفانكشن الداخلي انه هذا النم اللي راح تستخدمه هو النم جلوبال اللي قبلك اللي خارج اللي هو هذا النم يساوي 20، حول لي الى 25. فاذا جينا حاولنا نطبع قبل لا نغيره كيف نطبعه؟ طبعا لازم نكون خارج الفانكشن، شوف لاحظ نفس المستوى، هذا خارج الفانكشن
تابع الفانكشن الخارجي، فمفروض يطبع لي شنو؟ مفروض يطبع لي الرقم الأصلي اللي هو 20. بعدين أجي أنادي على هذا الفانكشن الإنر، أوكي، اللي هو هذا. شوف لاحظ نفس المستوى، فهو خارج الفانكشن. أنادي على هذا الفانكشن اللي هو إنر، بعدين أجي أطبع الرقم مالتي اللي هو أم، راح ينطيني 20. ليش؟ لأنه هو راح يعتمد على الجلوبال نمبر اللي هو 20. بس هنا أنا غيرت، فلما أجي أنادي على الأوتر، هنا إيش صار؟ راح ينادي على النم اللي هو 20، وراح يشغل الإنر أيضا اللي هو راح يصير 25. فبالتالي أنا لما أنادي على الفانكشن الرئيسي اللي هو outer function، المفروض يطبع لي شنو؟ 25. والنتيجة كالتالي: قبل لا يتصير التعديل، الانر function اللي هو هذا ينطيني 20، تمام؟ لما ناديت الانر function وبعدين ناديت على النم بقى 20. ليش؟ لأنه هنا أنا ناديت صح على النم، inner num، بس اعتمد على global number فانطاني 20. بينما لما ناديت على الاوتر، فالاوتر شغل عندي الاوتر والانر وبعد التعديل، فبالتالي ظهر عندي 25. اوكي، طيب، في عندنا موضوع اخر بس خلوها بالدرس القادم. هنا نقول لكم مع السلامه.